السلام عليكم. اهلا وسهلا. لا 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 عادل بي ولا تي ولا ليه. ولا جيم ولا خ ولا عين ولا لام الف. خير؟ ايه ده بس يا عادل بي، ايه المشكله بس؟ مشكله ايه؟ الحق بيقول لك ايه المشكله. المشكله ان انا واخد من حضرتك جوز جزم ب 3000 جنيه، ده غير المشاريب. ده انا باخد الجزمه ببلاش. جزم تاني يا استاذ؟ كان محل ايه؟ خلاص ما ينفعش جزم دي. حاضر سيادتك، خدنا جوتش وزازت. كلمه جزم هنا عيب. لا راجل، بص المحل اسمه ايه؟ كله جزم 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 جزم. بص اسمه ايه؟ الصرمه الحديثه. مين ده؟ انا عارف. طب ايه ده بس؟ ايه ده عادل بي؟ اتفضل استريح. لا مش هستريح. تشرب ايه انت والاستاذ؟ انا عايز كوكتيل حضرتك. ولا كوكتيل ايه؟ مفيش كوكتيلات هنا يا راجل. الدولة بيعزمنا. يا عم ما بيعزمناش، ما انا جربت قبل كده وطلع دفعني الفلوس. ده دفعني 8000 جنيه. يلا. لا انا مش مصدقك. نجرب. نجرب احنا؟ ده وقت تجارب. ده وقت تجارب. ما بتصدقنيش ليه؟ مش انا قايل لك حاجه تصدقني على طول. سيبني بقى اتكلم مع الراجل. ماشي حضرتك، يعني ده ما يصحش. يعني ايه ده بس؟ إيه يعني بي؟ انا عارف مشكلتك انت، كل الفرادي اللي معاك طلعت شمال صح؟ كل الفرادي طلعت شمال. وبعدين انا المفروض ان انا باخد فردتين شمال واخد فردتين يمين. حضرتك اديتني 4 فرد شمال. ما تقلقش، هي مش مشكلتك انت لوحدك، دي مشكله الزباين كلها. لا يا راجل، يعني كل الزباين بياخدوا الشمال ويقعدوا بقى يروحوا كده بقى ولا ايه؟ عندي المشكله كلها ان الكونتينر بتاع اليمين اتاخر شويه، هيجي بعد يومين من الميه. هيجي من الميه ليه؟ هو بيشرب ولا ايه؟ عطشان؟ سيادتك مفيش كلام من ده. وبعدين بعد كده تيجي تقول اصل التامين مش عارف ايه، والتامين حصل له ايه، واصل المركب غرقت ايه، واصلها متامن عليها مش متامن عليها. كل ده كلام ما ياكلش معانا. انا ما احنا عايزين بالجزم دلوقتي على طول. عايز بالجزم ايه؟ قصدي عايزين الجزم دلوقتي اهو. انت تاخد بالجزمه، انا عايز الجزم بتاعت الناس. حضرتك انا عايز حل سريع وفوري. هنعمل ايه حضرتك؟ ما قدامكش غير انك تستنى يومين بس. استنى يومين ايه حضرتك؟ لا انا هرجع لك الجزمه. اهي الجزمه، هي حضرتك اللي هي الفرد اللي موجوده دي، ورجع لي انا الفلوس ومعايا الفاتوره. للاسف مش هينفع، كان بودي. كان بودنه ازاي؟ كان بودو مش بودني. حضرتك هات الفاتوره. هات الفاتوره. هذا رمز. اهو حطها في عينيك كده اهو. لا بس يا رمز عيب. لما نرفزنا خالص. استسفني خالص. استسفني خالص يا دوله. حضرتك ممكن تبص بقى ضهر الفاتورة؟ مالها ضهر الفاتورة؟ خط صغير جدا، يعني انت شايف حاجة؟ ده رمزي؟ لا خالص يا دول. حضرتك مش هتعرف تشوف غير بدي. خد هذا رمزي، امسك لي دي. حاضر. ها؟ شايف ايه؟ ايه المكتوب؟ ده في شعر يا دول. انت بتبص عليا يا تبص على هات هات اوعى. البضاعة المباعة لا ترد. وايدي ولا ايه؟ ولا تستهبل. تستهبل يهبل. ولا تستبدل. ها شفت؟ يعني البضاعة المباعة لا ترد ولا يعني ما ينفعش نرد البضاعة ولا نبدلها بحاجة تانية. هنضحك عليك يا دولة. لا ما تضحكش عليا، مش عادل سعيد يا قاضي. بص يا عادل بيه. نعم. انت دلوقتي قدامك حل واحد. ايوه. تنتظر يومين وتشرفني تلاقي الفرادي جاهزة.